ايه يا فندم، مظبوط. هنا كوافير شعر نعم حضرتك. حضرتك تحب تحلق شعر ولا دقن؟ شعر ودقن؟ حضرتك ممكن تجينا بعد شهرين الساعة 6، 200 جنيه حضرتك. سلام يا فندم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي على الزباين الكتيرة، اللهم صل على النبي. وعندك أحلى شاي سخن ملهلب وأحلى عصير فرنش في العالم كله. عصير فرنش، عصير فرنش، الله يرحم. خليك في حالك أنت، خليك في البازار. أنت تخنفلي لي ياد ولا إيه؟ وأنت إيه يا عم؟ لا وأنت لا منك ولا كفاية شرك. كفاية شري؟ ايوه يا عم خليك. يعني انا شر اللي انا عندي ده شر؟ ايوه يا دول، ما هو البازار ده هو اللي جابنا الكافيه ده هو. يعني اقول لك على حاجه، انت تبيعه بقى الواحد فرارجي كده هو يفتحه محل عصير ولا اي حاجه. فرارجي يفتحه محل عصير؟ ده الواحد كان هيموت من الفقر يا اخي. ماشي يا بوز البومه ماشي. انت عمرك جربت العصير الفرنش ده؟ لو نزل على دماغك ممكن يحصل لك ايه؟ لا يا دول تعالى لا يا دول لا. ايوه ايوه، ايه ده انت؟ دي مأجرينها ها، انت مالكش دعوه بيها. ماشي، بص يا اسطى، بص يا اسطى ظريف عمال يعمل. ماشي، اتفضل يا ملك الحلاقين اللي في العالم كله. انا عايزك بعد ما تخلص بقى الزبون ده هو ان شاء الله كده تحلق لي حلقه حلوه. وانت الكشري جاي في السكه انا عارفك. ها يلا اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا. اهلا 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 بالزباين. اتفضل كل واحد. حاجه ساعه، حاجه ساعه، حاجه ساعه، على فكره حاجه ساعه، حاجه ساعه. ده مكاني، ده مكاني، ده مكاني. وايه اللي مكانك؟ ده مكاني انا، ده مكاني انا. حاجه ساعه، فلوس، فلوس العصير، فلوس العصير. بحت الفلوس بس. اه هدلقوا الشندوتشات دي وحشه، الشندوتشات دي وحشه. حاجه ساعه، ايوه ايوه، حاجه ساعه، حاجه ساعه. فلوس تحت على فكره. اصياد اجري. حاجه ساعه، ايوه ايوه يا عم الاسطوال. ياه، عمري ما كنت اتخيل وانت معايا اني في اي يوم من الايام ممكن اكسب مليم. دي حصلت ايه دوله؟ ايوه عم، هو ده الشغل يا عم. بلاها بقى شغل بازار وتماثيله، ده احنا كنا هنبقى مش عاوزين يا راجل. اسكت اسكت يا دي حته. ايه؟ خد يا ولد، انا واخد مشاريب شوكوك بكام؟ اه يا اخويا، واخد مشاريب شوكوك ب 400 جنيه، والمعلم قال يعني يشتري من عندي ارقص بقى ان هو هيزعلك لو ما دفعتش، بس عدم الرموخزه هنطردك بعد ما تاكل علقه موت. الكلام ده كان زمان يا حته، لكن دلوقتي لا خلاص. اتفضل يا سيدي، 500 جنيه اهو، خد ال 400 جنيه الشكوك، وال 100 جنيه بقى الثانيه هات لي بقى بيهم كوكتيل، والباقيين شكوك. ماشي حاضر. قصدي بقشيش. حاضر ليك انت والمعلم بتوعك. ماشي الله يكرمك، الله يكرمك. شفت يا دوله؟ شفت ده احنا بنكسب دلوقتي في يوم قد اللي احنا بنكسبه في البازار كنا في شهر. الحمد لله الحمد لله. عشان تعرف ان البازار هو الشوق ممشانا. يا سلام. ولا ولا بص، انا مش مطمن لبوزك ده يا، مش مطمن لبوزك. ايه بوزك؟ عامل زي بوز البومه يا دوله. هو البومه ليها بوز؟ اه طبعا ليها بوز. استنى 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 استنى. مين؟ الو. ايوه ايوه مستر ظريف، اهلا وسهلا، ازيك؟ سلم عليه، سلم عليه. اهلا يا اخي، التليفون مش بيرن، التليفون كان بيزغرط. لا لا بجد. وحشتني برغم ان انا سايبك من ساعه واحده بس. ها ايه هتهاجر حته؟ ايه رجعت في كلامي، هات ال 100 جنيه ومش عايز بقى سك على الكوكتيل. ليه يا عم؟ بس يعني مش راجع مصر خالص. حتى هات 100 جنيه هتضرب بقى ب 200. يعني يعني مش مثلا في احتمال بعد شهر شهرين ترجع؟ ممنوع ترجع يعني؟ ما ينفعش ترجع خالص خالص. حتى إيه؟ وريني بقى، انا هتضرب ب 400. يلا خوري. ماشي. طب ماشي ماشي، يعني بالتوفيق ان شاء الله. طبعا يعني ما اقدرش اقول لك حاجه، يعني هتسيب لي الكراسي والعده؟ متشكر يا مستر ظريف، متشكر. لا والله هتوحشنا يعني، مش حاجة. ماشي، مع السلامة، مع السلامة. قريت فيها بوز البومة؟ عرفت بوز البومة بيعمل ايه؟ خلاص بقى دولة بقى، هو نصيبنا كده. لا وبعدين هو مش الراجل قالك ان هو هيسيب لك يعني الكراسي والعدة؟ ايوه انا هعمل ايه يعني بالكراسي والعدة؟ يعني هيجيبه كام يعني؟ صح صح بقى، احنا هنبيعه مدولة. ما هو الراجل هيسافر قبل بقى ايه ما هيقوم مبلغ بقى الزباين بتوعه ان هو سافر، يعني ما حدش من الزباين هيبقى عارف. صح ولا لا؟
قصدك ايه يا ده رمزي؟ احنا نرشى بقى يا دولا، نرشى احنا بقى في المحل كاننا احنا بقى اصحابات المحل بقى، ونقعد نشتغل بقى ونحلق وكده اهو. ايوه بس انا يعني عمرنا ما اشتغلنا الشغلانه دي، نحلق للناس ازاي يعني؟ عمرنا ما اشتغلتها يعني. يا عم دي سهله خالص، وانت ما انت طول عمرك بتشتغل في البازار، كنت بتكسب يعني اصلا. احنا نمسك المقص ونقعد نقص كده اهو بقى في يعني نحلق للناس. اه ونحلق بقى كده لبعضينا بقى وببلاش. فكره حلوه ممكن نعملها وممكن نكسب منها فعلا. عارف اول حاجه نفسي اعملها ايه يالا؟ ايه يا دوله؟ احلق لك.